وحرصا من المكتب المديري لنادي المغرب أتلتيك تطوان على التطبيق السليم للقانون بجميع حذافره دون مجاملة لأي كان ودون يعني خلفيات معينة. اللهم استحضار الجانب الموضوعي لعلاقة المنخرط بالجمعية، هذه العلاقة يجب أن تكون مؤسسة على روح الاحترام، على التعاون المتبادل، على المساهمة في تحقيق أهداف الجمعية. دونك خلال هذا الموسم هذا لاحظنا أن النادي لا زال يعاني ويكابد من تحرشات مستمرة من أحد الأشخاص الذي قدم انخراطه لهذه السنة. هذه المضايقات اللي مبنية على سوء فهم القانون وسوء تطبيق الحكم القضائي المحتج به تولد نوعا من التشويش على الفريق ويمس ذمته المالية. أقول هنا ما يمكنش مراتك معك في الدار يا داعيك مش نقول واحد وميل إذن تفعيلا لهذه المادة، وبما أن السيد شاكر الأغداس تجمعه منازعة قضائية مستحكمة بشكل كبير وصلت مؤخرا إلى درجة الحجز على إحدى ناقلات النادي حجزا تنفيذيا. أول في واحد الغلط السي الغازي عملتي 9 مليون درهم ياك صح رجعتي 90 مليون اذا كاينه 90 مليون اذا كاين حاله التنافي الحقيقيه التي فهمها السي شاكر الاغداس موجها يعني سهام انتقاد النادي الغير مبني على مقومات موضوعيه لاحد اعضاء المكتب المديري. الحاله التنافي هو ان معايا انا واحد الانسان مخارط وكيحجز لي على الماليه الفار واخا يكون ما عندي ما ناكل ما نحجزش على كارت الفرقه. الحب الخالص للفرقه. لا بلاتي نزيدو نوضحو مع العلم المسبق ديال السي شاكر وقلني كنكذب عملتي حاجز الاول عن شوف انا نقول لك حاجه انا لا خصني باش الناس يفهموا باش ما يتسماش حنا كنتجنوا على شي واحد حنا كنقولوا حقائق. وقع حاجز الاول على الحافله السيد عنده خطا في الحكم ورفعنا الحاجز على الحافله الاولى بالفارق الحافله الرسميه بالفارق رفعت الحاجز وقلنا ماشي مقابلة رسمية ورفعنا الحجز يعني القانون مع الجميع القضاء النزيه مع الجميع القضاء نصفنا وعندنا كامل ثقة في القضاء وكيما الحجز هذا اللي كاين حاليا راه غادي يتصرف بإذن السميع العليم. كيقول لا هذا ماشي حلم المفضل كنقول حنا تنفيذا لمقتضيات هذه المادة هذه المكتب المدير يقترح على الجمع العام قبول او عدم قبول انخراط السيد شاكر الاغداس ضمن المخالطين النادي اللي موافق يقولها واللي ما موافقش يقولها كيبقى الراي ديالكم اخوان الصوت شكون اللي معك عندك المحكمة مشي لعيون مشي انت لها عرض محكمة بيدي سبا خلي شي وباقتراح من المكتب من اقترحها من اقترحها شحال خلي شي السي شاكر السي شاكر اسمع اذا وجب التمييز خلي نبدا انا اللي كنختار مكان وجب التمييز اسمع اصبر إذا يا إخوان الموافقون على قشطي 29 من 40 إذا الأغلبية على قشطي
تشفي أي مشكلة لا تقدر تشفي واحد لا ترجع صافي جوج ثلاثة زين تبارك الله إذا نعمل النقطة الموالية أسير باش ما نقولو شي حاجة أخرى سير لا صباح الاخوان طول الصبح طويلها انتقلوا انت راه مشطب عندك دابا سير بحالك سير بحالك صافي ودي سير ليه يمكن كنت خارج أن إدارة النادي تضع رهن إشارته شيكا بمبلغ 10,000 درهم التي سلم أي يمكنه استرجاعها ابتداء من يوم الاثنين القادم الموافق لـ 9 أكتوبر. الإخوان هذا هو الشيء اللي